لقد نجونا جميعاً من جائحة كادت تقضي علينا وعلى مستقبل أوطاننا. يجتمع ضيوفنا الكرام لمناقشة موضوع هذه الجلسة بعنوان جائحة كورونا، إنذار للإنسانية وأمل جديد. النتائج اللي تحققت سواء كان في الإصابات أو في حالات الوفاة اللي موجودة في مصر تعتبر قياساً بالدول اللي مثيلة لنا بالعدد، تعتبر إيجابية جداً. المشروع ده اللي بنسميه في مسرحية كريمة بيستهدف مجابهة تداعيات الفقر اللي تسبب عنها هذا الكوفيد. The World Youth Forum has become an important element of the international youth movement and offers young people an important civic venue for participation as the young generation, like all of us, is facing the consequences of the pandemic. El mundo necesita que atendamos a los jóvenes, que formemos a los líderes del mañana y les dejemos un planeta donde la sostenibilidad sea el protagonista del sistema productivo. I urge our youth to turn the many words and resolutions to be passed at this important forum into action. Remember to embody the change that you want to see in the world. برغم كل التحديات السلبية للجائحة، لكن قلوب شبابنا ما زالت تنبض بالأمل. The work that we've done together with Egypt to mitigate the effects of COVID-19 has been part of a very broad and deep strategic partnership that we have between our two countries. الكل اتفق على ان احنا رغم ان المحنة بتاعت كوفيد كانت قاسية جدا على العالم بالكامل، لكن هي ألقت الضوء على أهمية إن إحنا نزود من تواصلنا وتزود من استعدادنا لإتاحة فرصة أكبر لشبابنا، شباب العالم كله. أنا قلت قبل كده في بداية الجائحة ديت إن عالم ما بعد كورونا هيكون عالم مختلف عما كان. أنا عايز أقول لكم إن إحنا في مصر ما خفناش من الكوفيد، ما خفناش. هنشوف نتائج اللي عملته الجائحة في العالم كله، وهتجدوا ان هي كان لها اثار ايجابية جدا جدا رغم المحنة او المعاناة اللي احنا عانينا منها خلال الازمة. يعني لم يتوقف العمل في مصر لحظة مهما كانت المحنة، لا تجعلنا ابدا نتوقف والحياة تقف. لا، الحياة ما تقفش.